هجوم إيراني جديد ضد المنشآت النفطية السعودية متسترا خلف الميليشيات الحوثية في اليمن. صاروخ إيراني من نوع كروز أطلقه الحوثيون على مدينة جدة السعودية، فأصاب خزانا للوقود متسببا في حريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح. الهجوم الحوثي يأتي بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيامها الأخيرة في البيت الأبيض إلى إدراج الميليشيات الحوثية على قائمة المنظمات الإرهابية بسبب استهدافها للمدنيين والمنشآت النفطية السعودية، ما يمثل تهديدا جديا لإمدادات الطاقة العالمية. مراقبون يرون أن الهجوم الجديد يعكس الفشل الداخلي للحوثيين، حيث عجزت الميليشيا طيلة الأسابيع الماضية عن تحقيق أي اختراق ميداني في جبهات محافظة مأرب النفطية، وهو ما جعلها تلجأ إلى شن هجمات بصواريخ إيرانية على المنشآت السعودية. وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية أكدت في بيان أن مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية في الأحياء السكنية تؤكد عدم جدية هذه الميليشيات بالانخراط في عملية سلام حقيقية برعاية الأمم المتحدة، في حين قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن استراتيجية المجتمع الدولي في غض الطرف عن دور إيران في إدارة ودعم الانقلاب الحوثي ومحاولات الدفع بالميليشيا بعيداً عن محور الشر الإيراني لم تجد نفعاً طيلة الأعوام الماضية. وبحسب محللين، فإن الهجوم الحوثي الأخير ربما يقدم دفعة جديدة للمساعي الأمريكية لتصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية والعمل على تحجيمها وحظرها دولياً وقطع خطوط الإمداد الإيرانية عنها، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى للهجوم على المنشآت النفطية والأحياء السكنية في المملكة، ما يشي بأن ثمة تغييرات على المواقف الدولية قد تفضي إلى تغيير توازنات القوة في الصراع اليمني.